بابا صرت اشوف اشخاص غريبة لما انام. انس هذه بس احلام اللي بتشوفها. يلا تصبح على خير. هاي مين انت؟ بتحط شنطه فلاني. ايش فيه؟ احد تفل في وجهي. ما حد تفل في وجهك يا انس، كنت احلم. ها فعلا وجهي ناشف. يلا ارجع نام، تصبح على خير. صح النوم. ايش تبغى؟ ايش صار؟ شفت شخص ثاني غريب. انس انت كنت تحلم مرة ثانية. يلا ارجع نام. اوه هلا. ايش اللي بيصير؟ بابا شوف الغريب. انس هذا يوسف. شيع نزل فيديو جديد 360 فيوز، واحنا بنلعب تحدي اختبار الشخصيه. اختبر شخصياتكم معنا، اضغط الرابط اللي بالاسفل حتى تشوف الفيديو. انت ما تحبوني خلاص انا رايح. فين راح؟ اختفى. لا ما بنحبك، تعال. ما تحبوني؟ خلاص بحاول اسوي شيء. لا تزعجوا أنس، كل هذا شيء قاعد طالع فيه زي كذا. أنس خلاص. مو مصدق إنه أمه طلبت منه إنه يطلع الزبالة. كنت أتفرج على فيلم. يلا طلع الزبالة. يلا أنس يلا يلا. قفلت الباب عليه. زين إيش مسوي؟ جاء خلف البيت، بيدخل من الخلف. أنس كيف حتصل جوا؟ أفتح لك الباب؟ ما قادش فيه نمل. بقالي كثير بانتظارهم. لا مرحبا. انت تحب اللعب؟ انا احب المضاربة. ما في لي ستة، ما في لي ستة، كلكم على الايمان. يوسف ابغى اوريكم عرض سحري. هذه صفيرة، حاول صفر ذا. ما يقدر. تبي تاكله؟ يس. جبت لك ضفدع. ضفدع ضفدع. جبت لك دبانة. جبت لك فار. كلي اكل. جاهزين؟ اسرع اسرع اسرع. ايش هذا؟ قاعد اطير. قتلت بابا. I'm so sorry. كم وزنك انت ما شاء الله؟ شوف ايش سوى فيا. اوه ماي جاد، تحت على الخشبه هنا. انت حتاكل هذا كله لحالك؟ ما حد جالس الا هو. شوف ما شاء الله. ان شاء الله عجبكم الفار والضفدع. مع السلامه. في جراد تحت. ايش في؟ حجيتك. اليوم يوم الكتاب في يوسف. رايح كشخصيه مستر فوكس. ورينا ذيلك. ما اقدر اسويها على وش صعب. يديك تسوي. يديك كنت ابد اسمي داينوسور. تحب الداينوسور؟ طيب هنا في شيء مميز. واو عالم داينوسورات جوه الكتاب. ما انت جبت لك هذه الشخصيه. بوب جاب يحاول يعطي هذا المساج. لافلي مساج. بيب دراجون مول لاين. يقول ما يحب ريحة القهوة اللي سوت له هي وامه. حلوة الريحة. بابا يقول لك this smell of the coffee. كمان عندها حصة سباحة بكرة فجربت الملابس. حلو عليك. وهذا يوسف كمان جاهز للسباحة بكرة ان شاء الله. هذه كائنات يوسف اللي رباها. شايفينها؟ اسمها سي مونكيز. ما يبغي لي جمي ما زعلان منها، فجالس لحاله في المطبخ. شوف شوف كيف صار بطنه، اكل كثير اليوم. فاجأتهم بعرض. لهم 5 سنوات شغالين.
كيف المسرح تحول عجيب. في ناس بيمشوا بالشقلوب فوق، شوفوا. يقول هذه شخصية مضحكة. ماهي دفني كار. جاد بتمرن هنا مع أمه. تمرن مع أخوك ها؟ مرة متحمس بسريره الجديد عشان علي حيوانات. يقول عنده مفاجأة لي. Oh my god شوف إيش سوى جاد. كشخة أنتوا اثنين اليوم ما شاء الله. أنا لابس كل أبيض ها؟ ماما ايش رايك في ملابسي انا كمان؟ كشخة؟ خشخة. جاد ما يبي يدخل المطعم، ليش جاد؟ ليش ما يبي يدخل المطعم؟ عشان ما يحب الريحة. يا سلام شوف المشويات. فلسات كثيرة. مرة. لا تزعج اخوك يا هو. ايش سوى انس؟ فين يوسف راح ها؟ هاي؟ ما عندك تفكها. كذا 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 بس. يقول هذا قناع المفضل. بالتو شاف ايمان مع صديقاته حيفجعها. عشان في فأس على رأسه، أنت ما هتزعلي إذا حطيت جاد بيكهرب يوسف. ركبنا قطار. Can I have a donut؟ مين هذا؟ هذا ما أدري زغزغي. إيش بتسوي وإحنا واقفين بطابور؟ ليش خايفين من الديناصور الميت؟ أوه أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه ماي جاد انا صايم. يلا حنجلس معاهم نتغدى. ايش بتاكل؟ دجاجه كبيره. فين راحت ايمان؟ ها؟ يوسف يوسف لسه حي جازه كذا وهو الحين فجأة شوفي وراك. شوف 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 ما تبي الكيكات اللي هنا؟ لا يخوّل. شكرا على المشاهدة، إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا يفوتكم الفيديو اللي نزل ب 360 فيو، زر الرابط اللي بالأسفل حتى تشوفوه. الحمد لله شبعت. لو سمحت. جيب ايس كريم ثاني. كل الايس كريم خلص يا حبيبي، هذا مطعم مو محل ايس كريمات. جاد.